أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والمجر، والتي تشهد زخما كبيرا خاصة منذ زيارة الرئيس السيسي إلى المجر في أكتوبر 2021. وخلال استقباله رئيس الجمعية الوطنية المجرية لاسلو كوفير، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي الجانب المجري إلى دفع العلاقات الثنائية قدما في المجالات كافة، خاصة زيادة التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بين البلدين. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين برلماني البلدين. من جانبه أشار المسؤول المجري إلى أن هناك اهتماما يوليه الجانب المجري بمشروعات الغاز والطاقة والمياه والزراعة مع الجانب المصري، مضيفا أنه سوف يعمل على حث المزيد من الشركات المجرية للاستثمار في مصر وزيادة أعداد السياحة المجرية إلى مصر.